في موضوع آخر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصناعات الغذائية كان محور محادثات أجرها بالرباط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري. وقال صديقي بالمناسبة، قال إن العلاقات بين المغرب والإمارات هي علاقات تاريخية، وأبرز الوزير في هذا الصدد الشراكات المثمرة المتعددة، منوها بأثرها المهم جدا لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية في المغرب. من جانبها، أشادت المهيري التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة بالروابط العريقة القائمة بين البلدين والتعاون الثنائي المفيد للطرفين، معربة عن رغبة بلادها في إقامة شراكات جديدة مع المغرب، خاصة في مجالات البيئة ومحاربة التغير المناخي والأمن الغذائي.